بيسو سار على زر بدء يوم جديد. تقطع أكثر من 400 كيلومتر من بغداد وحتى الموصل. تنعطف تجاه المدينة المقصودة حيث تعمل هنا. تركن تحدياتها وتترجل نحو هدفها الذي انتظرت الوصول إليه طويلاً. حبينا نكسر القاعدة أو الفكرة المأخوذة سابقاً عن الموصل والدمار اللي حصل بها والفترات اللي صارت فترات الحرب يعني ما بعدها الموصل تنهض من جديد، فإحنا نريد نثبت للعالم، بما أنه أنا أحب فكرة المغامرة والمجازفة وغيرها، فأريد نثبت للعالم أنه هي فعلاً بها منبع فني جميل وبها مؤسسات تهتم بالفن. هنا في هذه المساحة المؤثثة بأحلام كبيرة تخدم الواقع الفني، يعمل هؤلاء الشباب بأقصى طاقاتهم، يحاولون أن يسجلوا حضوراً بين موجات الـFM عن طريق محطتهم، يضعون الكثير من مقادير الفن عند إعداد برامجهم الإذاعية. أسست من أجل استقطاب الفنانين ودعم الفن والفنانين. أكو مواهب كثيرة بالموصل لكن ما لقوا الدعم. بما أنه إحنا مرينا بظروف كل صعبة، الفن كان محرم بالموصل أو بين قوسين عيب. ففن دا تشتغل على هذه النقاط. وتعد هذه التجربة الفنية المتكاملة فريدة من نوعها في مدينة الموصل، خصوصاً وإن الواقع الفني بأمس الحاجة إلى هكذا مشاريع تخدم المجتمع وتعزز دور الفن. مؤسسة فن تشمل إذاعة وشركة إنتاج وأيضاً أكاديمية لرواد الفن، تحتوي على جاليري وغرف محاضرات وسينما ومسرح مستقبلاً المستقبل القريب، وأيضاً بيس أو مكان كبير لاحتواء رواد للفن وأيضاً محبي الفن. عودة محمودة للفنون والاهتمام بها بشكل تدريجي، لكن بروز مؤسسة مختصة متكاملة بهذا هو خطوة إيجابية أتوقع أن تنعكس بشكل كبير على الواقع الفني في المدينة. خلينا نتكلم عن إذاعة فن. ويقول أحدهم يكون الفن جميلا عندما تجتمع اليد والرأس والقلب معا، فهنا في هذه المؤسسة الفتية يأمل المقيمون عليها أن تكون قبلة للفن والفنانين في مدينة ظلمت كثيرا في هذا الجانب. من الموصل محمد طلال، قناة زاكروس الفضائية.